قال عامو سيادلين الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية آمان في فبراير عام 10 و2000. في فبراير عام 10 و2000 قبل أقل من عام مما وقع في مصر من الاضطرابات والثورات، قال إن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلي، وإن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979 و1000. وقال يومها: لقد تمكنا من إحداث الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمة ومنقسمة إلى أكثر من جزء في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر. لقد قال ذلك علانية وعلمه الناس، سمعوه وأيقنوا منه، بل لمسوا نتائجه، لأنه كان يتكلم عن النتائج لا عن المقدمات. حصيلة ما كان من سنوات في الوصول إلى هذا الأمر الذي تغيوه وأرادوا الوصول إليه، وهو ما تراه من التخالف الواقعي بين المصريين، فلا تكاد ترى اثنين على قلب رجل واحد. وقع الخلاف ودب النزاع وتخالفت الطرقات التي تفضي إلى غايات متشتتة، مع أنه ينبغي أن تفضي جميعا إلى غاية واحدة. وصار ما يتعلق بمستقبل البلد وبمستقبل الدين فيه وبمستقبل الأخلاق في نواحيه ونفوس أبنائه، صار ذلك بمبعدة من أن يكون بؤرة الشعور، بل صار في هامش الشعور، بل صار وهما وخيالا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر.